ست منى الأيقوني، ست ندى الأيقوني، هي يعني كلمة جاية من كلمة أيكون اللي هي كلمة يونانية، صورة، وهي معناتها صورة، صورة إيماج، إيماج أكيد، وهي مرسومة على قطعة من الخشب، وأكيد بيصير في مباركة، يعني تبارك من قبل أكيد الخوري لتصير هي الأيقونة المباركة اللي كلنا نحن منصلي قدامها. يعني بأي قرن بدأت أو قدرنا نعرف أنه بلشت صناعة الأيقونات، وكمان بأي منطقة من العالم؟ هلا في خبرية بتقول أنه أول رسام أيقونات كان الإنجيلي لوقا. لوقا الإنجيلي كان إنجيلي وكان طبيب وكان رسام. نعم. خبريات يعني ما بقي شيء، رسم ثلاث أيقونات اللي هن للعذراء. بقى من هون بلش رسم الأيقونات أو التراث اللي بينسب أول أيقونة طلعت القديس لوقا رسمها. نعم. أكيد نرسم أيقونات كتير بالفترات القديمة أول ما طلعت المسيحية، بس مش باقي شيء أبدا. لأنه كان في أول شيء ملاحقة للمسيحيين، والفن بحد ذاته، الفن المسيحي ما بلش إلا بالقرن الرابع، يعني مع قسطنطين، الإمبراطور قسطنطين اللي سمح بالمسيحية واعتنى المسيحية، يعني عمل من المسيحية أحد أديان الموجودين بالدولة، لأنه كان في كتير وقتها معتقدات وأديان. وبآخر القرن الرابع مع تيودوس الأول صارت المسيحية دين الدولة. والأيقونات من القرن الرابع ما عندنا شيء. أقدم أيقونات موجودة تعود للقرن السادس، هي أقدم شيء وجدت. أكيد كان في قبل بس دمرت عبر العصور والمطاردة والاضطهاد إتسترا. هم موجودين الاسم بدير سيدة كاترين بسينا، هاي الاسم الأكبر موجود. بس في كم وحدة موجودين بروسيا. نعم. او باوكرانيا بكييف، يعني اخذهم كان في مطران روسي اوسبينسكي، بورفيري اوسبينسكي اجى على سانت كاترين واخذهم، لذلك صاروا بروسيا. مسائبه يعني انه لي بروسيا هالايقونات تبين مؤخرا بدراسات المؤخره، وكاتبه عنهم انا بكتابي. نعم. سوريه الاصل، يعني طلعت الايقونه اجمالا قد تكون قد ابتدأ يعني فن الأيقوني بشرقنا هون. نعم. بمصر وبسوريا. نعم. لأنه كمان في شغلة مهمة، تقنية الأيقونات هي بيسموها على الأنكوستيك إنكاوستيكا باليوناني، اللي هي تقنية أباز دو سير من الشمع. نعم. يعني المادة اللي بيرسموا فيها نعم. مع البيجمون الألوان. نعم. يعني هي اللي بتلزق. نعم. الشمع. نوجد بمصر أيقونات أو بورتريات بالأكثر تعود للقرن الثاني والثالث بمدينة فيوم. نعم. هيدي معروفين لبورتريه دو فيوم، وجوه فيوم اللي تعتمد نفس التقنية اللي بعدين رجعوا كملوها كملوها بالأيقونات. نعم. وين موجودة؟ بسينا. يعني يمكن فن الأيقونات ما في شيء ثابت، بس إنه انطلق من الشرق، من الشرق، من مصر، وكمان فيها الأيقونات اللي كاتبة عنهم بكتابي من سوريا. نعم. عرفتي؟ نعم. شرقنا هو اللي أطلق، وشرقنا لعب دور كتير مهم بتشكيل الفن المسيحي. كان في يعتقد أنه القسطنطينية وروما. نعم. هني أهم مركزين لانطلاق المسيحي، بس كمان شرقنا اللي هي أنطاكيا. نعم. كانت عاصمة الشرق أنطاكيا. صح. عاصمة سوريا والإسكندرية لعبوا دور كتير مهم بانطلاق الفن المسيحي، لأنه كان الحضارة كانت كتير مهمة بشرقنا. نعم. مش مثل هلأ، يعني كان الدور الأساسي كان من عنا يمكن يطلع. طلع. هل في أنواع مختلفة للأيقونات؟ يعني أنت بتقولي أنه انطلقت من الشرق، ولكن بعدين مع تطورها ومع الوقت اللي قطع، هل في يعني واحد حضرتك عالمة
بالايقونات، يعني اذا شفتي ايقونه بتعرفي انه هيدي مصدرها من وين، عدا انه اكيد القرن اللي جاي. وشو اللي يعني نقاط الفرق بيناتهم، بين ايقونه تنقول تاريخها من الرابع، يعني من القرن الرابع من بعد المسيح، وايقونه من القرن الثامن بعد المسيح، وهيدي شرقيه وهيدي غربيه لنقول؟ دون شك فينا نعرف. نعم. الاختصاصي بيقدر يعرف. نعم. أكيد الفرق بيبقى كتير بسيط وضئيل. نعم. بالشرق مثل ما بتعرف مثلا فن الأيقوني اللي ما بيعرف منه إنيسي ما بيعرف بقول كله مثل بعضه، بالواقع لا، صار فيه تطور وصار فيه تغيير. نعم. بين بس هالفن ما تغير، يعني ما تعرض لتغييرات مثل الفن الغربي. بالغرب مثلا الفن تطور ديناميكي كتير، في تطور مع العصر وما زلنا يعني على طول في تغيير في تغيير. الشرق ثابت أكتر بتطور، في استابيليتي. نعم. خصوصا بفن الأيقوني. بفن الأيقوني. نعم. كمان هيدي في وراها نظرية طويلة عريضة، يعني نظرية فلسفية، إنه الأيقوني لا تعبر عن الوجه، عن الشكل بحد ذاته كمادة، لا تعبر عن المادة، لأنه المادة قابلة للتغير. نعم. هي يعني كأنه صورة عن الروح. أبدا، هي صورة الروح. نعم. هي صورة الروح، والروح لا تتغير. هيك وجه المسيح هيك غير قابل للتغير. اللي بيتغير هي المادي، المادي لأنها تتلف. نعم. لكن اللي بيبقى هو أبدي هو الروح، ويمكن يعني الواحد يحس حاله أنه هيك في روح خشوع، يعني بتطلع بالأيقونة بتحس بالخشوع خصوصا بالصلاة. نعم. يعني نرجع على سؤالك، يعني تطور عبر العصور، يعني بينعرف أيقونة من القرن السادس. نعم. أو الثامن أو حتى بين الحادي عشر والثاني عشر بينعرف في بينعرف فرق شوي بطريقه يعني خفيفه، تطور كثير يعني طفيف يعني طفيف. بس بينعرف سبيسياليست بيقدر يعرف. هودي كانوا ببيزنطيا، يعني هي. نعم. ام اللي بعدين صارت بيزنطيا اللي تطلع منها كل الاتجاهات. نعم. بتحكي بكتابك ليكون عن ايقونه كفتون. هيدي من اعظم الايقونات الموجوده اكيد بالعالم، وهي بلبنان اكيد. هي يعني أعطى أيقونة وجدت بلبنان بالقرن الثالث عشر. شو مميزاتها لأيقونة كفتون؟ كفتون هي أيقونة عن جد مميزة، وهي الأيقونة الوحيدة. نعم. القديمة، لا مش هاي، عفوا مش هيدي اللي موجودة فرق. على ال لا مش هاي، مش هيدي. نعم. هي أقدم أيقونة. نعم. موجودة عندنا هي بلبنان، هي صح. إذا فيكم تفرجوني. إيه إذا بنعت ال. هيدي في قفة فيها برضو شوي على وهيدا القفة. أوكي. هي بفاس. نعم. وش قفة يعني؟ صفحة 25 بالإيكون. أيقونة العذراء. نعم. والطفل. تعود للقرن الثالث عشر. إيه تعود للقرن الثالث عشر. الأيقونة الوحيدة اللي انوجدت قديمة بلبنان. نعم. يعني لأنه في فن أيقونات انوجد عنا طلع بال. اخر السابع عشر. هيدا غير شيء صار، بس هيدي ايقونه كمان صار في كتير مثل نقاش حولها، شو شكلها وامتين، وتمكنت بدراسات انه هي ايقونه تعود للقرن الثالث عشر، قديمه بدار سيده كفتون اللي هو دار هلا للروم الارثوذكس. بس كتابات القديمة، النصوص القديمة بتورد انه هذا دار كان في موارني، دار للموارني بالقرن الثاني عشر كان ماروني، بالثالث عشر صار في موارني وروم. نعم. بعدين كمان صار بس صار روم. نعم. هو في يعني خلي المؤرخين يكتبوا ليش، في قصة طويلة عريضة. نعم. مش رح فوت فيها. هم مشتت الأيقونة كانت مغطاية كلها سودة، وبالحرب انسرقت ورجعوا لقيوها وردوها. وقتها سيدنا المطران جورج خضر أخذها عباريز ومع مجموعة من الأيقونات خلصهم، وبباريز نعمل عملية ترميم. نعم. بير أنطوان لاماس عمل رمامة، وتجلت صورة العذراء يعني بشكل كانت مثل اكتشاف. نعم. اكتشاف كتير مهم تبينت هالصورة، يلي هي إذا بديك فن لبناني، فينا نسميه لبناني، بس أكيد مطعم بالفن البيزنطي، لأنه هون تأثروا كتير بالفن البيزنطي. وفينا نقولها بدنا نحكي عن الفريسك، هذا فن لبناني محض. نعم. فن الفريسك لبناني محض،
حتى بسوريا مغير شوي.